يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد العلماء عند قول ابن تيمية رحمه الله شارحا قوله: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، علق على ذلك فقال: إنما الحشر للأرواح لا للأجساد، فما رأيكم بهذا التعليق وفقكم الله؟ هذا باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام القرامطة. الحشر للأجساد وللأرواح لا بد من هذا، والجزاء للأجساد والأرواح ما هو للأرواح فقط، هذا كلام باطل. ودي تجيب لي الكلام هذا أشوفه. نعم.